نفس الفكره دي تماما انا اقدر اخدها طبعا منها السيرش الكبير بتاعي، لو انا عايز اعمل سيرش على حاجه متنوعه هاخد نفس الداتا ونفس كل الشكل، انا كل هغيره الامر بتاع السيلكت. اولا هنا الام باي دي انا مش هطلب منه الام باي دي، تمام؟ انا هقول له ايه هو بيبعت قيمه يبحث عنها، يعني السيرش، تمام؟ السيرش فاليو اللي هي قيمه البحث، المفروض يبعت لي قيمه البحث، وانا اقول له سيلكت فروم ام وير. وكان عندنا جمله جميله جدا بنستخدمها اللي هي لايك، معاها كلمه جميله جدا الاورينت بتدل ان احنا نعمل حاجه اسمها اني، واني دي بتخلينا نبحث في اي فيلد من الفيلدز، في اي فيلد من الايه؟ من الفيلدز. قلت له اني ولايك، وبعد اللايك احط هنا كولون واقول له هيبعت لي السيرش فاليو. خلاص يبقى سيلكت فروم ام هيروح جوه الام بكلاس اسمه ام، واني اي قيمه موجوده في اي حته تكون لايك دي، واحنا فين لايك طبعا ممكن 47% وكلام زي ده. فانا لايك سيرش فاليو، سيرش فاليو هبعتها لك. فقلت له لازم ابعتها له في الايه؟ في البارامترز، او ما قايل له نوت اهو، اقول له بقى وير ادي البارامترز بتاعتي، او البارامترز بتاعتي السيرش فاليو، ابعتها له من مين؟ من مين؟ من السيرش فاليو اللي مبعوتها لي از از ارجيومنت. فقلت له الجمله اختلفت بس، غيرنا بس الحته دي، قلنا له اني لايك، ودي طبعا عشان يعني قبلها كولون، فمفهوم ان دي قيمه هتتباع، وانا هاخدها برضو هنا من الفانكشن. طب وباقي الشغل هو مش فارق حاجه هنا خالص. طب وفي اللي بتنادي كول جيت، بس هنا طبعا تبقى اسمها جيت مثلا ايه امبلويز او سيرش، سيرش فور امبلويز، بس بالموظفين وخلاص. وهنا طبعا تحت انا هنادي ايه كول سيرش. وهنا بقى مش الام باي دي، بقى هنا هقول له مش الام باي دي، دي السيرش فاليو قيمه البحث اللي هو عايز يبحث عنها. وهنا اطلع له رساله ممكن تكون ابسط شويه بالنسبه لليوزر عشان يعمل، هقول له انتر السيرش فاليو، تمام؟ وهنادي على اسم الفانكشن بتاعت اللي سميناها احنا سيرش فور امبلويز، بس هبعت له السيرش فاليو اللي احنا اخدناها من اليوزر، تمام؟ وطبعا دي ممكن تجيب لي مجموعه من الفاليوز، مش قيمه واحده طبعا، يعني مش امب، هي امبس، هترجع لي امبس، لان هترجع لي ممكن ابحث فيجيب لي النتيجه ان في 2 موظفين 3 موظفين في النتيجه زي ما يكون. فقلت له ايه؟ هترجع لي امبس اللي هي الدوكيومنتس، يعني الدوكيومنتس دي. طبعا عشان هترجع لي دوكيومنتس مش هينفع اطبع كده، لازم اعمل لوب علشان يمر عليهم ويطبعهم واحد ورا الثاني. فانا هعمل فور ام ان امبس، تمام؟ فور امب ان امبس، انا اصلا غلطت وعدلت البيانات كنت بتسرع، لان انا فور امب ان امبس يعني عايز بقى ايه امب ده كله يعدي على الاريت بتاعت الامبس، فكل مره ينقي منها بقى الايه الار اي دي والامب اي دي والاي نيم والجوب والسالري والهاير ديت، ويرجع ياخد مين الامب اللي بعده وهكذا على حسب السيرش فاليو اللي راجع عليه. طبعا ده برضه هيتطلب مني ان انا ايه لما يكونوا الستاتس كود 200 هرجع الريزلت كلها، ما ينفعش ارجع اول دوكيمنت، لان اول دوكيمنت دي لما كنت بدور على وان امبلوي، لكن الريزلت كلها اري فيها دوكيمنتس كتير، انا لازم ارجع الدوكيمنتس كلها، لان دي اصلا بتسيرش على مجموعه من الامبلويز مش امبلوي واحد. فبالتالي هترجع لي الريزلت كامله، وانا هنا اقوم عامل ايه عليها؟ اقوم عامل لوب عليها وابدا اطبع تك 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 واللي بعده اللي بعده. دي الفكره ببساطه يعني. فلو رحنا عملنا كده رن، قال لي جيت امبلوي فيها ايرور، قلت له يبقى بس كانت ناقصه اس، فين هي جيت امبلوي دي؟ استدعاء تحت خالص. احنا في الفانكشن القديمه، الفانكشن القديمه دي مش عايزينها، احنا عندنا بقى عندنا حاجه اسمها كول سيرش فور امبلويز اهي، دي اللي احنا الفانكشن بتاعتنا الجديده اللي احنا بنناديها رن. طيب انا عايز ابحث عن اي حاجه انا مش عارف، لكن هقول الحرف الام مثلا، وممكن احط انا نوت على فكره 100%، انا هنا بقى حر انا اللي اقدر اتحكم في ده، وممكن اقول له محمد، قال لي والله في واحد اسمه محمد ديفلوبر هو مش عارف ايه ومش عارف، قلت له ماشي. كان في واحد عندنا مثلا ايه، خدوا بالكم هو قايل له كان في واحد 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 مثلا، ينفع؟ عادي.
كان هي بدور على القيمه دي كامله خلاص. وبرده ما كانت محمد كان بدور على القيمه كان كلها كامله. قال لي فريد صابر وده تستر مثلا. قلت له ماشي، لو عايز ادور بجزئيه مثلا ممكن اقول له والله انا عايز مثلا ايه ام وبعد كده اي حاجه، يعني اي شيء مبتدئ بحرف الام. لما سيرش جاب لي مين؟ جاب لي محمد اسنان مبتدئ بحرف الام. لو هبحث عن اي ار هتيجي معايا ديفلوبر وهتيجي معايا تيستر، تمام؟ المفروض الاثنين يطلعوا، بس هي في الاخر برضه نفس الكلام، انا اقدر اسيرش فاليو اقول له هي في اي كلام وبعد كده اي ار، تمام؟ فطلع لي زي ما احنا شايفين، طلع لي فريد صابر عشان اي ار صابر، وفي تيستر نفس الكلام، وهنا في محمد طلع ليه؟ لان في كلمه ايه؟ كلمه ديفلوبر، تمام؟ تمام. طب لو عايز انا اجيب حاجه من النص، يعني ايه؟ يعني تكون ما بين الاول وما بين الاخر ادور عليها، ما فيش حاجه مشتركه بينهم، خلاص ما فيش مشكله. ماشي. فقلت له مثلا ايه؟ انا عايز اي كلام في الاول، ومثلا اي تي مثلا، واي كلام في الاخر. ودوس دلتا. قال لي اي تي في الاول، في الاول اذكر حاجه واذكر عليها حاجه. قال لي انا يعني اي تي يكون في اي مكان، يعني ما اعرفش جاب لي جت لي اول واحد اول اي تي مش عارف، مش مركز، مش عارف اجيب الاي تي جت منين والاي تي هنا جت منين. على 100% كده قلت له ايه؟ دي الوحيده اللي موجوده دي اي صح؟ طب ما لقيت الثانيه مش فاكر بتجيب ليه كده؟ ما علينا ما علينا. دلوقتي اقدر ابحث باي باي جزئيه.